ما حكم سنة الوضوء لمن توضأ قبيل المغرب؟ سنة الوضوء إذا توضأ الإنسان قبل المغرب فإنه يصلي سنة الوضوء، لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن كل صلاة لها سبب فإنها تفعل ولو في وقت النهي، وأن النهي إنما هو عن الصلاة التي لا سبب لها. خذوا هذا، كل صلاة لها سبب صلها ولو في وقت النهي، مثل سنة الوضوء وغير تحية المسجد، صلاة الكسوف، نعم، صلاة الاستخارة إذا كان يفوت الشيء قبل زوال وقت النهي. فالمهم أن كل صلاة لها سبب فلا نهي عنها. نعم ذكرناها، تحية المسجد. نعم. إذا دخل رجل إلى مسجد فوجدهم يصلون صلاة الجنازة فصلى معه، فهل تغني عن تحية المسجد؟ نعم، إذا دخل الرجل وهم يصلون صلاة الجنازة وصلى معهم، فإن كان يريد البقاء بعد انصرافهم بالجنازة فليصلي تحية المسجد، وإن كان سيخرج مع الجنازة فليخرج. واضح؟ طيب. الشيخ بالنسبة لركعتي الضحى تدخل فيها تحية المسجد؟ يعني ما الإنسان دخل المسجد الضحى وصلى بنية سنة الضحى، نعم تكفي عن تحية المسجد. وكذلك الراتبة تكفي عن تحية المسجد. لو دخل الإنسان مثلا وصلى الراتبة، راتبة الفجر أو راتبة الظهر الأولى، كفت عن تحية المسجد. لكن تحية المسجد ما تكفي عنها، يعني لو دخل بعد أذان الظهر ونوى بالركعتين تحية المسجد ما أجزأت عن الراتبة. يعني لا ينويها راتبة، نعم، وتسقط تحية المسجد. السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يصلي الإنسان تحية المسجد في أوقات النهي؟ نعم، إذا دخل الإنسان المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس في أي وقت دخل، لأن تحية المسجد ليس عنها نهي، بل أقول كل نفل له سبب فليس عنه نهي. صلاة الركعتين بعد الطواف جائزة في أي وقت لأن لها سبب. سنة الوضوء إذا توضأ الإنسان يسن أن يصلي ركعتين ويحرص على أن لا يحدث فيهما نفسه، تجوز في كل وقت. صلاة الاستخارة في أمر يفوت قبل زوال النهي تجوز في وقت النهي. المهم القاعدة أن كل نفل له سبب فليس عنه نهي. أفهمت؟ طيب. السؤال الثاني، وردك كتاب حول صلاة العيدين، الأسئلة الصحيحة، الأسئلة عن صلاة العيدين وحول الكتاب، في ذكرت تحية المسجد في مسجد العيد. اي نعم. بالنسبة عندنا بالقرى مسجد يكون خارج القرية مسور، هل من الأولى تحية المسجد أو؟ نعم، لأن عندما صلينا أنكر علينا كثير من الناس. مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغير من المساجد، فإن أقول مصلى العيد كغير من المساجد إذا دخل فيه الإنسان لا يجلس حتى يصلى ركعتين، حتى وإن كان خارج القرية مثلا. إيه، ولو كان خارج القرية لأنه مسجد، سواء سور أو لم يسور. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منع النساء الحيض أن يدخلن المصلى، وهذا يدل على أن له حكم المسجد. ولا ينكر على من ترك التحية؟ لا ينكر، لأن بعض العلماء يقول لا تحية له، ولكن القول الراجح أنه يصلى فيه، أن له تحية. السلام ورحمة الله وبركاته. بلا فضلت الشيخ، تسمية تحية المسجد بهذا الاسم هل يعني ورد بها بالشرع دليل؟ لا، هذه بارك الله فيك اصطلح عليه العلماء وقالوا انها تحية المسجد، اما النص الذي ورد فيها فهي اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكأنهم رحمهم الله سموها تحية لان القادم من السفر اول ما يبدأ قبل ان يدخل بيته يصلي في المسجد ركعتين، يذهب الى المسجد ويصلي ركعتين ليكون حي الله عز وجل قبل ان يحيي أهله، حي الله في بيت من بيوته قبل أن يحيي أهله.
وهذه سنة الظاهر أن كثيرا من الناس غافل عنها، يعني لا يعرفونها، أنك إذا قدمت البلد تصلي في المسجد قبل أن تدخل بيتك ركعتين. هنا وهذا نظير تسميتهم الجلسة التي تكون بعد الركعة الأولى وقبل الثانية وبعد الركعة الثالثة وقبل الرابعة، يسمونها جلسة الاستراحة. وهذا لم ترد بهذا الاسم، لكنهم قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها ليستريح، لأنه كان تثاقل في آخر عمره وصار يجلسه. هنا شيخ أمارك الله فيكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والأمر هنا هل للوجوب أم للمندوب؟ هل هو للتحريم؟ تحريم؟ أقول هل هو للتحريم أو للكراهة؟ أو للوجوب؟ للوجوب أو للتحريم؟ لا، هل هو للتحريم أو لا؟ لأنه قال لا يجلس نهي، فهل هذا النهي للتحريم؟ وإذا كان للتحريم صارت الركعتان من الواجب. اختلف فيها العلماء، أكثر العلماء على أنه سنة، أن تحية المسجد سنة، وبعضهم يرى أنها واجبة. والقول بالوجوب قوي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب فدخل رجل المسجد فجلس فقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وأمره أن يقوم فيصلي، مع أنه إذا صلى سوف ينشغل بالصلاة عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب، ولا اشتغال عن واجب إلا إيش؟ إلا بواجب. فالقول بهذا قول، لكن بعض الأشياء قد تضعف القول بالوجوب، كدخول الإمام يوم الجمعة فإنه يصعد المنبر ولا يصلي، وكدخول الإنسان المسجد الحرام للطواف فإنه يطوف ولا يصلي، وكذلك أيضا قضايا ظاهرها عدم الوجوب، مثل قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فجاء فدخل المسجد وقام الناس يهنئونه، وظاهر القصة أنه لم يصلي ركعتين. فهذا مما يضعف القول بالوجوب، لأن القول بالوجوب ليس بس مجرد الواجب وغير واجب، القول بالوجوب يقتضي أن من جلس ولم يصلي فهو آثم، وثبوت الإثم مع الاحتمال يتوقف فيه الإنسان. لكني أنا أقول لكم أيها الإخوة نصيحة عامة، إذا ورد النهي فاجتنبه ولا تسأل هل هو التحريم والكراهة، إذا ورد الأمر فاتبعه ولا تسأل هل هو للوجوب أو للاستحباب. فالصحابة رضي الله عنهم إذا أمرهم الرسول بشيء ما يقولون يا رسول الله قصدت الوجوب أو الاستحباب، يفعلون على طول. والحقيقة أن الإنسان يتهم إذا سمع أمر الله ورسوله ثم قال هل هو للوجوب أو للاستحباب، أنت مأمور أن تفعل. إذا سمع النهي يقول هل هو للكراهة أو للتحريم، أنت مأمور أن تترك. نعم إذا تورط الإنسان فعل، نعم ولم يفعل المأمور ولم يترك المنهي عنه، إذا تورط حينئذ نبحث هل هو للوجوب أو للاستحباب. أما من قبل فنصيحتي لكل مؤمن إذا سمع أمر الله ورسوله أن إيش؟ أن يقول سمعنا وأطعنا ويفعل، وإذا سمع النهي أن يقول سمعنا وأطعنا ويترك ولا يخاطر بنفسه. وأشد الناس انقيادا لأمر الله ورسوله هم أقوى الناس إيمانا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أطلب هذا، أطلب الفلاح، ثم إنك إذا فعلت المأمور سواء واجب ولا غير واجب طاعة لله ورسوله ازداد قلبك إشراقا وإيمانك قوة وصرت مع أشرع الله.
أمرا ونهيا. لكن إذا صرت تتعنت هل هو واجب ولا غير واجب فهذا أمر لا ينبغي. نسأل الله يعيننا وإياكم على الطاعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم ركعتي تحية المسجد مع ذكر الدليل؟ وما هو دليل المخالف الرد عليه؟ وهل يلزم القائلين بوجوب ركعتي تحية المسجد عند دخولهم المسجد في وقت النهي ركعتين أم لا؟ أفيدونا مأجورين. بارك الله فيك. أولا السلام عند إلقاء السؤال ليس من السنة، ونبهنا على هذا كثيرا. إلى ما حضرت ليش؟ لأن الصحابة كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يجلسون ولا يسلمون إذا أراد السؤال. نعم لو قدم الإنسان على الحلقة وسلم فهذا لا بأس، لكن نرى إنك ما حضرت بالأول نقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما تحية المسجد فالقول بوجوبها قول قوي، القول بأنه واجب هو أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وجوبا، هذا قول قوي لا شك فيه، ومن ذهب إليه فلا ينكر عليه. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والأصل في النهي الأصل في التحريم، وهذا عبادة ليس من أمور الأدب. فإن أمور الأدب إذا جاء فيها الأمر فهو للاستحباب إلا بدليل، لكن أمور العبادة الأصل فيها أنها واجبة. فهذا يدل على وجوب الصلاة تحية المسجد. ويؤيد هذا أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وجه الدلالة على الوجوب أن الرسول قطع الخطبة وسأل هذا الرجل. ثانيا أنه أمره أن يقوم ويصلي، ومعلوم أنه إذا قام يصلي سوف يشتغل بصلاته عن إيش؟ عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب، ولا يشتغل بشيء عن واجب إلا وذلك الشيء واجب. ثالثا أن الرسول قد تجوز فيه، إشارة إلى أنه إنما يأتي بقدر الضرورة، وأن فعلهما ضرورة. هذا أدلة القائلين، هذا أعظم دليل يدل على الوجوب، وهو قول قوي. أما الذين قالوا إنه ليس الوجوب فاستدلوا بأحاديث، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل يدخل يوم الجمعة ولا يصلي ركعتين، يشتغل بالخطبة ولا يصلي ركعتين إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. ومنها قصة الثلاثة الذين دخلوا النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه، فمنهم من جلس خلف الحلقة، ومنهم من دخل بالحلقة، ومنهم من انصرف، ولم ينقل في الحديث أنهم صلوا تحية المسجد. لكن الاستدلال بهذا الحديث ضعيف. لماذا؟ لأنه أعلم في هذا الحديث أنه لم ينقل أنهم صلوا، وعدم النقل إيش؟ ليس نقل العدم، يعني لم يقل لم يأتي في الحديث أنهم لم يصلوا، لكن الظاهر أنهم لم يصلوا. فالاستدلال بهذا ضعيف. كذلك أيضا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وكان في أصحابه بعد أن تاب الله عليه، فقام إليه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهنئه، وتقدم وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في الحديث ما يدل على أنه صلى. لكن الاستدلال بهذا الحديث أيضا فيه شيء من الضعف، لأن كعب بن مالك يحتمل أنه ليس على وضوء، ومن دخل المسجد على غير وضوء فإنه لا يصلي، إذ لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى إيش؟ حتى يتوضأ، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكني أنا كنت أقول بوجوب تحية المسجد، لكني بعد ذلك ترجح عندي عدم الوجوب،
ومع هذا لو أن أحدا قال بالوجوب فإننا لا نعنفه ولا ننكر عليه. أما صلاتها في وقت النهي فالصحيح أنها تصلى في وقت النهي ولو قلنا بأنها سنة، لأنها صلاة لها سبب، وكل صلاة لها سبب فإنها تفعل حتى في وقت النهي. وعلى هذا فإذا دخلت المسجد بعد صلاتك صلاة العصر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، أو بعد صلاتك صلاة الفجر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، سواء دخلت لقراءة القرآن أو لاستماع علم أو لغير ذلك، لا تجلس حتى تصلي ركعتين أو ولو بعد الغروب ولو قبل الغروب 5 دقائق.